وقفات مع آيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوقفة التاسعة مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أود أن نقف عند هذه الآية وقفة تعلمنا أن أمرنا كله يتوقف على إخلاصنا لربنا وإيماننا برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حبنا لله وحبنا لرسوله مقدما على كل شيء من أمورنا. ولذلك الآية هنا تنبه أو تبين: قل، والمأمور بالقول هو الرسول لأنه مأمور بالتبليغ. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الآية جمعت كل ما تتعلق به النفوس من آباء وأبناء وإخوان وأزواج وعشيرة وتجارة وكل ما من شأنه أن تتعلق به النفوس. على الإنسان أن يدرك حكمة خلقه وغاية وجوده، فإن شيئا من ذلك لن يبقى بحال، فإن كل شيء في حياتنا نعلم ما ينتهي إليه. والله عز وجل في صورتين يجمل لنا أمر الدنيا وانتهاء أمر الدنيا في كلمات خاطفة سريعة. يقول عن الدنيا: حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يقول عن الدنيا: حشيما تذروه الرياح. استحضار ذلك ليس مجرد وعظ يقال للناس، وإنما يراد من معرفة الأشياء وقدر الأشياء وقيمة الأشياء، فلا نقدم ما يفنى على ما يبقى، ولا نؤثر دنيانا ونترك الأخرى وهي قادمة لا محالة. ويخطئ من يفصل بين الدنيا والآخرة. الدنيا مزرعة والآخرة نتيجة، وعلينا أن نستبصر بذلك وأن ندرك أن دنيانا لن تبقى، وأن من عليها سيورث. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وإلينا يرجعون، إلينا لا إلى غيرنا. الآية عندما تذكر لنا جميع ما تتعلق به النفس تبصرنا بما يجب أن نكون عليه. نفس لذلك كله، ولكن نجعل الأصل في ذلك حسن الاستجابة لله وللرسول، لأن الآية تقول:
بعد ذكر الأشياء الآباء الأبناء الإخوان الأزواج العشيرة إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إذن أعيد الكلمة التي أقولها دائما، لابد أن نتدبر حكمة خلقنا وغاية وجودنا، وأن نستبصر مع أنفسنا من نحن وماذا نريد وإلى أين ولماذا يقضي الإنسان أيام محدودة مكدودة ثم يرحل، لماذا ينشأ الإنسان ثم يقبر، لماذا العمر الذي نعيشه طال أو قصر هو معلوم لخالقنا ونحن لا نعلم متى ندعى فنجيب. كل ذلك قائم في حياة الناس، قد ينسونه وقد يغفلون عنه وقد يسوقهم الهوى لاتباع الشهوات والاستجابة للنزوات وحب التكاثر وحب الغلبة، وتحيا الإنسانية في صراع لا يمكن أن يقع أبدا في بين الوحوش الضارية، لأن الوحش الضاري إذا جاء وأكل وشبع ينام في مكانه ولا يتسلط على أحد. أشد الحيوانات وأقواها الضاري الأسد، إذا أكل وشبع نام، وإذا مررت عليه يقول لك مع السلامة، ممكن يتحرك عندما الجوع يطلب منه أن يتحرك ليطلب فريسته. أما الإنسان فلا تسل عن ضراوته، إن أعطيته جبلين من ذهب يبحث عن الثالث، وإن أعطيته قارة يبحث عن القارات، ولا يمكن يملأ عين ابن آدم إلا التراب. وهذا الذي أقول ليس بعيدا عن واقع، بل هو يرى في واقع، يرى التنافس المسعور بين العبادة على الحطام، على المتاع، على الزائل، ويرى في علاقات الناس بعضهم مع بعض في كثير أنهم جميعا قد نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهذا هو العقاب لمن نسي الله. العقاب لمن نسي الله أن ينسيه الله نفسه، وإذا نسي الإنسان نفسه فعل جميع الموبقات، وهو يتصور أو يقول لنفسه إنه قد أحرز الطيبات. يا لله عندما ترى إنسان يتكالب على الملاليم جميع الأجيال التي نراها أمامنا، بمن حتى في مثل سننا قد نسوا أن هناك هللة في بعض البلاد وأن مليم انتهى كل هذا، وانتهى المليون بل أصبح المليارات، يحرزها إنسان معدة عمر كما يقولون لقيمات، لكنه يحرز المليارات ويحملها عبء يحمل ووزر يحمل عليه فيسأل عنه. هذا الصراع الواقع في الأرض لم يقع لأن رزق الله قد انقطع، وإنما نرى أن أقوات الجياع توصد وتحشر في بطون المدافع، ويجوع الإنسان ويشكو الإنسان من أخيه الإنسان، وتطلب لكي يتدبر الناس ما هم فيه من ضياع، فترى القوة التي تهيمن وتملك القوة ترى أمرها عجبا، وترى موازين الحق والعدل التي أقيمت من أجلها المؤسسات العالمية تراها قد أخضعت لشهوة القوي ونزوة القوي وغرض القوي. إلى من تشكو الإنسانية؟ أنا من الموقنين أن ما نحن فيه من حال سنرى فيه تحولا لا محالة، لأن مداولة الأيام بين الناس لن تتوقف لحظة أبدا، ومداولة الأيام بين الناس ترينا أن التكالب الواقع في أرضنا ستأتي سنن الله ليتحول الناس من حال إلى حال.
ومن عادة الناس أنهم إذا رأوا الغني بكنوزه ومتاعه وقوته من زمن بعيد يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لا ترى بعيدا أن ترى من يقول يا ليت لنا مثل ما مثل لصاحبة الهيمنة. إذا وقعت النكبة ووقع الخسف وجاء الزلزال وتحولت الأمور رأيت الناس يتحولون. عندما خرج قارون على الناس بزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طيب انتظر ونرى النتيجة. وماذا كانت النتيجة عندما خسفنا به وبداره الأرض؟ تغيرت النظرة. وهكذا يمر في أرض الله أمور وأمور لا تنقطع. والذين يتصورون أن الاستبداد بالعباد والطغيان في الأرض ليست له نتائج يخطئون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الناس اللي يتصوروا بأن عاد انتهت عند عاد وقوم عاد وخلصت يخطئون. إنما يذكر الله لنا سنن يرينا فيها نتيجة الطغيان والاستبداد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هل لنا أن نتناشد نحن أبناء هذا الجيل أو الإنسانية جميعا أن نعدل فيما بيننا؟ أعجب عندما نبشر نحن بحقوق الإنسان ويقال لنا لا بد من حقوق الإنسان، وأعجب عند الذين يستمعون فلا يغيرون إلا عندما يسمعون ذلك من القوي، وأعجب أن تنسى أمة الإسلام أن أول من نادى فقال متى استعبدتم الناس هو ابن الخطاب. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. واستدعى أكبر الولاية التي كانت الولاية الذين ولاهم في الأقاليم يستدعي عمر ومن هو عمر ويقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. مع أن القضية تنافس بين شابين فيما يقع بين الشباب، واشتكى الشاب القطي ما جرى معه لأمير المؤمنين فاستدعى عمرو وابن عمرو وقال له الكلمة المشهورة المعروفة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هل لنا أن نقول لأنفسنا ذلك ولا ننتظر عندما يقولون لنا ذلك لكي نستقيم مع أنفسنا؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الله عز وجل خلق الخلق ولم يضيعهم بل حدد لهم حدودا وبين لهم طريقا وبين لهم الاستقامة وأنها السبيل للحفظ والرعاية والسبيل للفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نسمع من شعارات العصر الذي نعيش فيه أين من أين لك هذا من أين لك هذا، ونعجب عندما نرى القوم يطبقون هذا بجدارة ولا نرى ذلك يطبق بين أبناء المسلمين الذين يحفظون حفظ كامل ما أمرهم الله به. من أين لك هذا من أين اكتسبته وفيما أنفقته. أول ما فعل معه ذلك عمر وهو على المنبر، اسمعوا وأطيعوا، فقال له سلمان الفارسي وهو في ركن من المسجد يا أمير المؤمنين لا نسمع ولا نطيع.
حتى نعرف ما أعطيته لنفسك. أعطيت كل واحد منا ثوبا، وأراك قد أعطيت أكثر مما أعطينا. وكان ابن الخطاب ضخم الجسة، جسمه قوي وطويل، فتلفت عمر من المنبر على ابنه عبد الله: يا عبد الله، الكل عبد الله، عبد الله الكل ينادى بعبد الله ولكن يريد ابنه. وقف عبد الله وقال: انا اعطيت ثوبي لابي، لانه يحتاج لزيادة. الان يا امير المؤمنين نسمع ونطيع. عندما علم سلمان الفارسي ان عمر بن الخطاب لم يؤثر نفسه بشيء، وعرف انه العادل، نسمع ونطيع. فمبدأ الذي يقولون عنه ويتداولونه: من اين لك هذا؟ عرفناه نحن من ديننا ومن سلوك الصفوة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا واطيعوا، لا نسمع ولا نطيع حتى نعلم من اين لك هذا. فلما علم ان ما يلبسه عمر لم يكن آثر به نفسه، عندئذ قال: نسمع ونطيع. أليس عجيبا أن نرى هذا الشعار قد يطبق عند القوم وقد يضيع عندنا؟ لماذا هذا؟ ويقال فيما يقال، عندما يرشح أحد إلى منصب يقال له: تعالى اكتب ما تملكه، حتى لا يتخذ المنصب سبيل للكسب والاغتصاب والغنى. والرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا بسنته أن من أرسله إلى جهة وجاء ليقول: هذا لكم وهذا لي، قال له: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تقول هذا لكم وهذا لي؟ وقال ابن اللطبية، نعرف هذا قصته، ولم يقبل الرسول أن يخص أحد بشيء. فرأينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كم معه من يخدم ومن يجاهد، وأصيب بسهم فقتل، قالوا لرسول الله: بشروا بالجنة، قال: له في النار. وبين له أنه اغتصب أو غدر أو غل لشيء لا يجوز له، ربما كان شيء لو حسب بالمال لحسب بالجروش ولا بالملاليم، إنما الغدر لا يقبل في ديننا بحال من الأحوال، ولا يقبل الظلم بحال. وليت على شيء لا تقول: هذا لي وهذا لكم. أفلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى يهدى لك؟ ولذلك المبادئ التي ينادى بها لتطبق علينا أو نؤمر بها، أول من أمر بها أو دعا إليها ديننا. ديننا هو الذي أمر أن يحاسب الإنسان نفسه، وعلمنا أن الإنسان عندما يأتي إلى ربه يسأل: من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ أما أن نترك أنفسنا هكذا فهذا من الأشياء التي لا يليق بنا أن نتلقاها من غيرنا، بل إننا لو اتبعنا ديننا لقدمنا إلى القوم ما يعرفون به كيف يعيشون. أما أن نترك أنفسنا ونسمع من غيرنا لكي يعلمنا كيف نعيش وكيف نعدل فيما بيننا وكيف نستجيب للحق في أي صورة من صوره، هذا من أعجب العجائب على الإطلاق. والعجائب هذه كلها رآها عصرنا، رأى عصرنا ما يقوله الغير وما يدعون إليه، يدعون لشعارات الحقوق والحرية والعدالة وأمور، كنا في غنى أن نسمعها من الغير لو أنها استقامت فينا. أنا عندما قرأت هذه الآية التي نعرف منها أن جميع ما يتطلع إليه الإنسان يخضعه خضوعا كاملا لله، لأن الآية تقول لنا:
بعد قوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هو فسوق عن دين الله من يخضع هواه لذلك كله، والهوى يجب أن يخضع خضوعا كاملا لله وحده. فلنا نحن أن نحسن تدبر ذلك، فلا ندع للغير أن يرشدنا وأن يدعونا إلى الحرية والاستقامة وحقوق الإنسان. يا لله يا لله يا للعجب أن يدعى أن تدعى أمة تعرف من دينها ما يرشدها، وتعرف من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل بناية من البنايات دخل داخلها سور، دخل وجد جمل يقترب منه، فاقترب الرسول ومنح ومسح له وهو يبكي، وقال الرسول لمن هذا الجمل؟ قال غلام من الأنصار لي يا رسول الله. قال أفلا تتقون الله في هذه البهائم التي ملككم الله إياها؟ إنه يشتكي لي أنك تجيعه وتدئبه، أن نحن الذين نتلقى عن غيرنا كيف يعامل بعضنا بعضا. ما الذي جرى فينا؟ ما الذي جرى فينا حتى نتلقى الآن إرشادات بالحقوق والواجبات والحرية والعدالة؟ ومن أين لك هذا؟ آمل أن نراجع أنفسنا وأن ندرك أن ديننا هو الذي قدم للإنسانية كلها ما يجب أن تكون عليه من استقامة ومن عدل ومن بر ومن صدق ومن ود ومن إحسان ومن سلم ومن أمن. كل ذلك يجب أن نتلقاه من ديننا، وأن نعلمه غيرنا، وألا نقصر في تطبيق ذلك على أنفسنا. أرجو الله أن يعيننا على تقوى، وأن يبصرنا بما يجب أن نكون عليه حتى نكون أوفياء لله وللرسول، وأن نعمل دائما في جميع شؤوننا لإعلاء كلمة الله. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب